واش الدراري واش الدريات لاباس عليكم كلشي بخير نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم رجعنا لكم فلوق جديد فلوق الثالث على المنتخب الوطني وي حمزه تحياتي اليوم شنو ان شاء الله مربوحه كان راه شيري اليوم جاي تفرج معنا ان شاء الله باذن الله ومربوحه اخوان وديما مغرب ديما مغرب اليوم غنبربلو الدم لداخل وبرا اخوان شوف وراء الاجواء ديال القهوه عامره اللهم بارك وعندنا الاطلاله الرائعه شو كديره تبارك الرحمن شنو هو اسامه مربوحه ان شاء الله باذن الله. المهم الخوت دابا اللعابه راه كيديروا تسخيناش قربوا ماتش اخوان شنو التوقعات ديال الدراري شنو التوقعات ديالي ثلاثه قروا بوان ان شاء الله غادي نجيب واحد فير واحد فير ان شاء الله باذن الله ورا الجماهير غفيره اخوان راه تبارك الرحمن ورانا اللي شاد الكاميرا هو اللي شاد غادي يقول عليه كل شيء الله يحفظك المهم الخوت ما تنساوش ديروا سبسكرايب ما تنساوش لايك كومونتير سبسكرايب بارطاجيو مع صحابكم باش ديما يوصلكم الجديد اخوان وهادشي اللي كاين ليتس جو الخوش وكان الله ولا شفتو وكان الله لا رفعتو ولا شفتو وكان كلشي يوم الخوت متعطش الرباح عرفتي من الناس ما دزناش الدفيه من حرام اليوم غنبربلوها الخوت اليوم الا ربحنا غنديرو شي بلباله ما كايناش ما دايراش اليوم كندا هاي هاي مشي بنايا بربوحه ان شاء الله اليوم غنبربلوه خويا اسلام اش بان لك في الشوط الاول كي داز لا زوين في الاخر الدراري ترخاو واحد شويه تمارك عليهم بيتش ولكن هاني ماشي مشكل مزال راجع شويه دابا ان شاء الله راه جوج لواحد ماركينا بيتش وحيدوا لينا في الاخر قلب اورجو وصلنا الشوط الثاني ونطلب من الله تكون شي مباراه موفقه ويكون شي اهداف ناضي الاهم هو نربحوا حنا بغينا اليوم ننشطوا ونبربلوها في كازا وليده سد العاقه المغرب فاقه الو الو والوليدة سرت العاقة المغرب فاقة الو الو والوليدة سرت العاقة المغرب فاقة الخوت غادي نسركلو الكافه كامله غنبربلوها فيها اليوم غنرونوها ان شاء الله الاحتفال بالفوز المنتخب الوطني ضد منتخب كندا اليوم
شغل دينا 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 شغل دينا